بنرحب بضيفتنا لليوم ميرا حشفرح اخصائيه تغذيه. اهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو. اهلا فيك. بونجور ميرا. بونجور. رح نحكي اليوم عن موجه الشوب يلي عم نمر فيها وشو النظام الغذائي الانسب. بتعرف الناس دائما بتحس انه الجسم بنشف بهيك طقس، شو بتنصح العالم؟ مزبوط، نحن هلا بالصيف كثير بنروح على البحر او بنطلع بيكنيكس او بنعمل مثلا نشاطات بالشمس، فدايما بس نكون معرضين لاشعه الشمس ممكن انه جسمنا يخسر مي. نحن اجمالا بس نتعرض لاشعه الشمس بنحس انه عم نعرق، ووقتها نعرق بتكون هيدا المي عم تظهر من جسمنا، عكس ما الناس بتفكر انه اوقات بس نعرق يعني نحن عم نخسر دهون، بس هي بتكون المي عم تظهر من جسمنا. وقت نخسر كتير مي ممكن انه ينشف جسمنا ويصير عنا عوارض كتير، يعني من قصص كتير بسيطة لقصص كتير ممكن تكون متقدمة وانا منيحة للصحة. مثل مثلا ممكن انه يصير عنا كرامبات بإجرينا مثلا من وراء النشاف، ممكن يصير عنا وجع راس بتعلى حرارتنا، بيقولوا مثلا عامل ضربة شمس، ممكن حتى توصل لحالات أسوأ بالراس. يعني مشان هيك لازم كتير ننتبه من أشعة الشمس وما نخسر كتير مي. طيب هلأ بالموجة اللي عم نقطع فيها اللي هي نوعا ما حالة استثنائية بفصل الصيف ودرجات الحرارة كتير عالية كتير عالية خصوصي بالأيام الماضية، شو الأنسب يلي لازم نعمله؟ يعني بنعرف إنه المي بيعوض، بس غير المي في نظام غذائي معين لازم نتبعه بالأكل؟ مزبوط. أول شغلة لازم نحكي عنها هي المي، لأنه هي الأساس. يعني إحنا بقى نعود على المي اللي عم تظهر إنه نشرب مي. ما لازم ننطر تنعطش تنشرب مي. في أشخاص بتنطر تينشف تمها أو تتحس بالعطش كتير تقول إنه لازم تشرب مي. لازم نعرف إنه نحن بس نعطش يعني بلاشنا نخسر تقريبا 1% من المي اللي موجودة بجسمنا. بس نبلش في ناس ميرا ما بتعطش تشرب رفع عطش كمان. مزبوط. بس هلا بموجات الشوب في ناس لانه ما لها نفس كثير تشرب مي، مش هيك بنعطيها بديل مثلا فيها تشرب عصير او فيها بالمي مثلا تحط نعنع او حامض، ممكن هذا الشيء يغير شوي طعمه المي لانه في ناس بتلعي لها نفسها المي او ما فيها تتقبل المي. بس للاشخاص اللي عاده ما عندهم مشكله مع المي خاصة بهالموجة الشوب هلا ضروري انه كل شوي ضلوا يشربوا، كل شوي ضلوا يشربوا، يعني لازم يشربوا تقريبا 2 لتر بالنهار، حتى عند الرجال موصل 3 لتر. لازم نضلنا كل شوي نشرب ومش انه نحس بالعطش تنشرب، هي أول شغلة. الناس يلي ما بيعني لها كثير المي ما فيها تشرب مي، كيف فينا نعوض لها؟ جايبتي لنا هيك تشكيلة. مزبوط. غير المي أكيد ضروري نتناول فواكه وخضرة. تقريبا لازم نتناول 5 حصص فواكه وخضره بالنهار. وتنقول 5 حصص يعني تقريبا 3 مرات فواكه، 3 حبات فواكه اللي هن مثل ما عم نشوف هون. وتنقول حصه فواكه مش يعني مثلا فريز وحده مثلا، يعني التفاحه بتوازي كمشه فريز، بتوازي كمشه كرز مثلا، بتوازي موزه تقريبا اصغر شوي من هالحجم، بتوازي نص ليمونه، بتوازن جاسة. فتقريبا لازم نتناول 3 يعني حصص. يعني منطقيا نقدر بركي نعرف مثلا. مزبوط. يعني تقريبا هي حصة الفواكه اجمالا الفواكه الكبيرة اللي قد ايدنا قد كف ايدنا بنتناول وحدة منها، والقصص الصغيرة مثل الكرز مثل العنب مثل هالقصص ممكن ناخد كمشة يعني كمان عقد ايدنا قد البوكس تقريبا. اوكي. لازم نتناول 3 مرات بنهار فواكه، وعلى كل وقعة لازم يقطع خضرة. بس هدول القصص عم نحكي عنهم إذا الواحد مش متبع حمية غذائية. أكيد أكيد. يعني بالحالة الطبيعية. بالحالة الطبيعية فينا ناخد 3 حصص فواكه تقريبا بنهار مع خضرة. وخضرة خلال كل وقعة حتى 2 لـ3 خضرة. بس هولي ما بيعوضوا كمية المي اللي لازم نشرب. ما بيعوضوا إذا ما عم نشرب مي. أكيد بدنا نكون عم نشرب مي وعم ناخد هالقصص هيدي الفواكه والخضرة تنكون كمان عم ناخد مي منها، والأكثر ناخد فيتامينات ومعادن، لأن إحنا بس نعرق كمان عم نخسر صوديوم، عم نخسر بوتاسيوم، عم نخسر كثير قصص من جسمنا. فهالقصص ممكن تتعوض بالفواكه وبالخضرة وبتعطينا نشاط، لانه في كثير انواع فواكه فيهم فيتامين سي بيعطونا نشاط كل النهار. فاجمالا بالشوب بنحس بالتعب لانه عم نخسر مي، فالفواكه كثير ممكن تعوض وتعطينا نشاط خلال النهار. والناس يلي مش عم تتبع حميه غذائيه شو بتنصحيها؟ الناس اللي مش اجمالا الناس اللي عم تتبع حميه غذائيه بيبقى عندهم كميات معينه اختصاصيه التغذيه هي بتقول لهم عنها، ولكن اللي ما عم بيتبعوا حميه غذائيه يعني فيهم الكميات شي ما لازم ياكلون. هي فكره انه شيء بنصح اصلا منه موجوده، كل شيء لازم ناكله باعتدال. يعني مثلا بيقولوا الموزه بتنصح، الليمونه بتنصح، كلهم عندهم كميات. يعني اكيد ما فينا نقارن موزه مثلا بعنب وحده حبه، مشان هيك الفواكه عندها كميات. يعني هالقد موزه تقريبا قد نص هيدي، بتوازي فيها وحدات حراريه قد تفاحه، قد كمشه عنب، قد كمشه كرز، قد طيب. مثلا حبتين كيوي. يعني ما في نوع فواكه هالقد انه بنصح، بس لازم ننتبه للكميات. اوكي ميرا، انت اختصاصيه التغذيه، شو القصص يلي لازم يعملوها العالم انت ما فيك تعمليها؟
بدي اعرف بدي اذكي. لا انا صراحه اجمالا بنظام الغذاء المعتدل اجمالا ما بنمنع مثلا بتحبي تشربي مي؟ انا ما بحب وبطلع نفسي على المي بس بجبر حالي أنا اشرب وبعمل هالطرق اللي قلت لك عنها لحتى اتقبل المي اكثر. حتى لا بالمجيد مثلا احنا نعرف انه عن جد مزبوط يشربوا مي الصبح. مزبوط ضروري المي الصبح اول ما يوعوا وكل شوي ضلوا يشربوا قبل الوقعات بعد الوقعات خلال الوقعات شوي بتضايق بس انه بين الوقعات مهم انه يشربوا. انت كيف انا عن جد مزبوط لا كثير عندنا حشريه نعرف قديش هيدي اللي بتعطينا نصايح بالنظام الغذائي قديه ملتزمه. مزبوط اول شيء انا بشرب اكيد مي الصبح اول ما اوعى ما بشرب كافيين ما بشرب قهوه ما بشرب نسكافيه وهذا الشيء كمان لا اي يوم لحقت اشرب مي اكيد المي ما بنسيها لانه بوعى عطشانه بوعى تم منشف اجمالا ثلاث ارباع الاشخاص بيوعوا عطشانين لانه بنكون تقريبا فتره الليل كلها مش شربانين شيء فالكافيين كمان ما بشربها وهذا الشيء بيساعدنا بفتره الشوب لانه كمان لازم نقول للمشاهدين انه الشاي القهوه هالقصص اذا كثير كثرنا منها ممكن كمان تدهرنا المي من الجسم وطبعا الكحول لانه الكحول كثير بتنشف المي من الجسم كارثه يعني كارثه يعني اوقات بنكون على البحر مزبوط بنكون هي لانه بنشف التم يعني بلش ينشف الجسم بنكون على البحر اوقات بنشرب ممكن كثير كحول هذا شيء كثير بيأزم الوضع لانه تحت اشعه الشمس وعم نشرب كحول وما عم نشرب مي هذا الشيء بخلي انه جسمنا ينشف اكثر مشان هيك احنا بنفكر حالنا عم نشرب سوائل قنينة كبيرة مثلاً بوري مزبوط بس هذا غلط لأنه بالعكس لو هي كانت سائل بس هذا السائل عم بيخلي أنه المي تظهر من جسمنا ومنصير نعرق أكثر مشان هيك للأشخاص اللي بدهم يتناولوا كحول دايما بنقول لهم قبل الكباية تشربوا مي وبعد يعني بين الكيس بين الكيس والكيس إذا بدك ياخذوا كباية مي تيكونوا عم بيعوضوا عن هيدا الشيء. ميرا ما دام حكيت عن البحر شو بتنصح العالم هلا تاخذ معها البحر ما دام ما فينا نشرب كحول؟ وكمان اجمالا لانه على البحر بنخبي شوي بالاكل يعني بنكون ما بنقدر يمكن ناخذ اكل معنا بنصير نتناول كل القصص الموجوده هلا اذا بنروح مش كثير بكثره يعني فينا نتغدى بالبيت ونروح وناكل الفواكه بالبيت مزبوط لانه مثلا اذا نطلبه على البحر بدنا نحط نص المليون مزبوط لانه كثير كل شيء صار غالي او مثلا فينا نطلب قصص صحيه هلا اللي بنصح انه نقدر نجيبه من البيت نحن كثير بنجوع على البحر اجمالا لانه بنكون قاعدين فتره طويله عم نشرب ما عم ناكل كثير ممكن ناخذ اكيد فواكه ممكن ناخذ فواكه مجففه لانه الفواكه المجففه ما بتنتزع يعني اذا اخذناها معنا فيها تضاين معنا بال يعني اكيد ما رح نكون حاطينها تحت اشعه الشمس بس بتكون معنا مش بالبريات مزبوط اكثر من الفواكه فينا ناخذ فواكه مجففه وفينا ناخذ كسناكس مثلا جوز ولوز هالقصص هيدا هي سناكس صحيين بيشبعوا وبذات الوقت ما بيخلونا نلقمش قصص ثانيه بلا طعمه ممكن انه تكون فيها وحدات حراريه كثير اكيد على البحر. اكيد بس في اشخاص كل يوم بتروح على البحر يعني اذا كل يوم كنت عم تاكل كل يوم بلا ما تروح على البحر جوال هيك انت انا في تروق كيس الشيبس لا لازم ننتبه على الملح كمان يعني الملح كمان ممكن يعملنا شويه ووتر ريتنشن لازم ننتبه كمان على الملح بالشيبس شو هلا قولي شيبس قليل الدسم او ما بمنه مقلي كله بديل اكيد تحطوا لك شيبس 70% اقل دهون مزبوط هو اكيد لازم نصدقهم لانه كله فيه رقابه اكيد وكله معروف المعامل كيف عم تشتغل في قصص عم تنعمل على البخار في قصص عم تنعمل اقل دسم دونك اكيد في قصص بيقولوا لك بيكت يعني ما بيكت مزبوط يعني مش يعني مثل انه محمصه اكثر واصلا بتحسي بالطعم انه هي محمصه سو هول كلهم بدائل مش ضروري نكون عم نحس بطعمه الزيت المقلي المأزيه الدهون المشبعه اللي بتأذينا فينا ناخذ هالبديل هيدا وكمان فينا ناخذهم هول كسناكس ميرا بما انه جبت سيره الفواكه المجففه ما بعرف قد ايه الفواكه المجففه هي اكيد صحيه وهي مثل ما قلت بديل عن الفواكه اذا ما فينا ناخذها الفواكه الطبيعيه يعني بس هي بتحتوي كمية كبيرة من السكر يعني بس لنوضح لأنه في عالم بياخدوا الفواكه المجففة إذا كانوا مثلا ناويين يخففوا وزن أو يتبعوا نظام غذائي معين هي منا بديل هي اذا بدك كمان بالفواكه المجففه بنحكي بالحصص ليه بنحسها سكر اكثر طعمتها لانه فقد المي يعني بنشيل المي منها مثل مثلا لنقول المشمش المجفف ما في اوكي كميه السكر بحبه المشمش العاديه والمجففه نفس الشيء زيت الشيء مزبوط يعني نحن تقريبا اربع حبوب مشمش هن حصه فواكه واربع حبوب مشمش مجفف هن حصه واحده وعندك مثلا الشي. التمر تمرتين زيت الشي تمرتين مجففين الزبيب كمان زيت الشي يعني نحن اذا بنقول كمشة عنب بس تتجفف رح تطلع ملعقتين كبار زبيب
مشان هيك كمان بتكون هون عم نحكي بالحصص، مثلا ملعقتين كبار زبيب بيوازوا كمشه عنب. كمان الفواكه المجففه فيها تكون ضمن نظامنا الغذائي، بس اكيد افضل التنويع، يعني في اشخاص ما بتتناول الا فواكه مجففه كل النهار، وهيدا كمان ما بيسوى. وهيدا كمان ما بيسوى. والسكر اكيد فينا نكون عم نعمل التناس بين الفواكه المجففه والفواكه العاديه، نكون كمان عم ناخذ المي. وشغله بعد، ليش اوقات بتفيد الفواكه المجففه؟ لانها حلوه كثير، الاشخاص اللي كثير بحبوا الحلو واللي كثير بحبوا السكر بس يتناولوها ما بيحسوا حالهم بحاجه لشوكولا او بحاجه ل مثلا مربى، احسن بتضلها شوي احسن من هالقصص هيدي، بحسوا بالسكر بطعم التمن ما بيعودوا انه عبالهم كثير ياكلوا حلو. مشان هيك نحن بنستعملها مثلا على القليله مره بالنهار، بنقطعها بالنظام الغذائي اذا الاشخاص بدها تخسر وزن مثلا بفتره الكريفينج على السكر، يعني بفتره كثير عبالهم سكر بنقطع لهم فواكه مجففه. حلاوه حلوة سكر، كارثة كارثة الحبيبة. لا بس من بين الحلو، بس من بين الحلو التقليدي يلي بحبه تقليدي، يعني في كثير ما بعرف اذا في ناس تحب الحلاوة اصلا، يعني لا انا بس باكلها بلا خبز لحافظ على وزني. مير عندنا سؤال من رجيرة قبل ما نختم، عم يسألونا ليه البذورات بتعمل كوليسترول؟ هيدا كمان مفهوم خاطئ، كله ماركتينج. يعني كيف اوقات مثلا نقرا على تنكه الزيت او قنينه الزيت خالي من الكوليسترول، ما اصلا الزيت ما فيه كوليسترول، كل شيء مصدره منه حيواني ما فيه كوليسترول، يعني الزيت نباتي اكيد ما راح يكون فيه كوليسترول. البذورات بس نكون عم نحكي عن الجوز واللوز وحتى البذورات العاديه يعني الكريكلي وهالقصص، هدول كلهم ما فيهم كوليسترول لانه مصدرهم نباتي منه مصدرهم حيواني. بس الفرق وين؟ انه يا بيكونوا محمصين يا بيكونوا مقليين. المقلي يعني المقلي طبيعي مش انه بيكون فيه كوليسترول، بس الزيت بس ينحط على النار، يعني بس يكون محترق انه حرقين الزيت دهون. هون صار فيه دهون نوعا غير ممكن انه تاثر على شرايين القلب، يعني اذا عندنا كوليسترول وعم ناخذ هالقصص هيدي بتاثر وبتساعد على تسكير الشرايين. وحتى يمكن لو ما عندنا كوليسترول عم ناخذ هالقصص بكميه كبيره كمان بتاثر. مزبوط اكيد، يعني رجعنا لشيء في ناخذ القصص النية افضل او البذورات، يعني بنحس انه ما انا مقليه، هي اجمالا الدرق اكثر شيء بيقلوه، بس غير قصص مثلا مثل اللوز مثل الفستق الحلبي مثل الكريكري مثلا مثل هالقصص هيدا البزر، وكلهم منهم مقليين وقصص صحيه اكيد. بس الدرق بينقلى، الدرق اجمالا بس بينقلى، اوقات الكريكري بينقلى كمان لانه بنلاحظ انه فيه شويه زيت. بس اجمالا القصص الثانيه نحن بنقدر نشوفه نظريا، يعني ميرا لازم تجي كل جمعه مره لانه طلع البذورات مسموح، كميه الفواكه المجففه انه كله كل شيء بكميات معتدله مسموح، ما لازم انه نكون عايمين انه عقدة لحالنا انه لا ما لازم ناكل هاي وما لازم ناكل هاي وما لازم ناكل هاي. هلا فكرت اكيد، يعني كل شيء بس نفهم من شو معمول وشو هو، نحن كمان حتى الاشخاص بس نعطيهم نظام غذائي بنفسر لهم، مش انه هيك بس. هلا ما بقى عندنا وقت، بس في عندي سؤال، قلتي انه لما نكون عم نخسر عم نعرق ممكن عم نخسر مي من جسمنا. مزبوط، وهذا الشيء ما لازم يصير. وقت نكون عم نعمل سبور بدنا نعرق اجباري طبيعي، هيدا اي متى بنخسر دهون؟ فاذا اوكي نحن اجمالا اكيد طبيعي رح نكون عم نخسر مي، وبذات الوقت عم نخسر دهون. ليش؟ لانه بنكون عم نعمل حركه عم نستعمل طاقه، هيدي الطاقه بنكون اكلين اكيد قبل استعمل جسمنا المخزون اللي موجود، بس رح يوصل لمحل هالمخزون يخلص. هون شو ببلش يصير؟ الدهون قصدي ببلش ياخذ من الدهون تيحولها عنده وقت كثير تبلش. مشان هيك اجمالا اشخاص بده يعملوا رياضه بنقول لهم على القليله نص ساعه، يعني نص ساعه وطلوع بنبلش نكون عم نحرق الدهون هيدي، يعني اذا مشينا 10 دقائق ربع ساعه ما بنحس انه كثير، اكيد يعني الميتابوليزم او الحرق الدهون ما بيكون كثير انه بلش يتحرك، يعني فاجمالا على القليل نص ساعه ونكون اذا بدك عم نعمل حركه شوي سريعه لحتى او كارديو اكزرسيت مشي سريع او سباحه او هالقصص او على الماشينات، هون من نص ساعه وطلوع بنبلش نحرق دهون، يعني أوكي. جسمنا بيستعمل الدهون تبعنا تيحولهم لطاقه، بهالطريقه بنخسر وزن. ميرسي ميرا انه فكيتي لنا عقدتك. ثانك يو. نحن هلا رح نتوقف مع فاصل اعلاني.